نبي الله نوح أول رسول إلى أهل الأرض. معلوم أن آدم هو أول نبي، ونوح هو أول رسول، وكان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. ذرية آدم ذرية التوحيد، ذرية مباركة طيبة فطرها الله على توحيده، على عبادته وحده لا شريك له، ولكن الشياطين اجتالتهم عن الحق، اجتالتهم عن توحيد الله إلى الإشراك بالله وعبادة غير الله معه. ولهذا كانت بعثة نبي الله نوح وكانت رسالته، يقول لهم نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بعث نوح بكلمة لا إله إلا الله. نوح أول رسل الله، بعث نوح بكلمة التوحيد، وكذلك بعث كل نبي وكل رسول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أنه لا إله إلا أنا فاتقون فاعبدون. أرسل الله نوحا، فمن استجاب له ومن صد عنه ومن كذبه؟ لم يستجب له إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل، بل إن نوح يئس من هؤلاء الفظاظ القلوب الغلاظ القلوب، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 يدعوهم لتوحيد الواحد الأحد، لعبادة الواحد القهار، لترك عبادة الأوثان والأصنام، ولكنهم تعاهدوا وتواصوا فيما بينهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كم رب تعبدون وكم إله له تركعون وتسجدون، تبا لكم ولما تدعون ولما تعبدون من دون الله. قالوا: لا تذرن آلهتكم. أبوا أن ينقادوا لتوحيد الله عز وجل. وأخبر الله نوحا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون واصنع الفلك. أمره الله أن يصنع الفلك، وكان وهو يصنع السفينة في صحراء لا بحر فيها يمرون به فيستهزئون به: في أي مكان تصنع السفينة يا نوح؟ ولماذا تصنعها؟ فيقول لهم نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ودعا نوح ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وركب نوح وركب معه المؤمنون في السفينة، وأمر الله السماء أن تنزل ماءها، وأمر الله الأرض أن تخرج ماءها، وفار التنور وامتلأت الدنيا بالطوفان، طوفان عظيم أغرق كل شيء، ولم تبق إلا هذه السفينة الآمنة، السفينة المباركة. ونظر نوح فوجد ولده يجري يريد أن يصعد على قمة جبل عال ليعصمه من الماء، فقال: يا بني اركب معنا، اركب معنا يا بني، لا تكن مع الكافرين، مع المشركين، مع الهالكين. ولكن الولد أبى وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه، وجعل الله ذريته هم الباقين، وسلم الله عليه وعلى منهجه كما هو
سلام الله على منهج المرسلين، سلام على نوح في العالمين. ويأتي نوح يوم القيامة بعد أن عانى مع هؤلاء الكافرين المشركين المعاندين، يأتي يوم القيامة فيسأل كما يسأل كل أحد، وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسأل حتى النبيون حتى الأنبياء، يا نوح، فيقول لبيك ربنا وسعديك، هل بلغت قومك؟ ورب العزة يعلم، ولكنه سؤال واستفسار لإقامة الحجة، هل بلغت قومك؟ فيقول نعم بلغتهم يا رب. فيؤتى بقوم نوح فيقول الله عز وجل، وتقول لهم الملائكة، هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما أتانا من نبي، ما جاءنا من نذير، يا رب ما أقمت علينا الحجة، فكيف تحاسبنا وكيف تعذبنا؟ وهذه طبيعة المشرك المخذول، يظن أنه يخدع ربه يوم القيامة. ما عرف ربه، ولو عرف ربه لآمن به ولانقاد له ولأذعن لعظمته وسلطانه. يقولون ما أتانا من نذير، فيقال لنوح من يشهد لك، من يشهد لك يا نوح؟ طب ومن يشهد لنوح إلا هو وجماعة المؤمنين معه؟ وهؤلاء الكفار ينكرون ويستكبرون، فإذا بنوح يلهم فيقول يا رب يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ما أعظم هذه الأمة، جعلها الله أمة وسطا، والوسط هو العدل، والوسط هو الخيار. ما أعظم هذه الأمة التي شرفت بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيؤتى بأمة الإيمان والإسلام، يؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسألون هل بلغ نوح قومه؟ فيقولون بلى بلغ وصبر، ولا نعلم نبيا ولا رسول صبر كما صبر نوح، وظل يدعو قومه كما ظل نوح يدعو قومه قرابة الألف سنة. يقال لمحمد وأمته ومن أدراكم، هل رأيتم نوحا؟ هل كنتم في زمن نوح؟ ولكن أمة محمد أمة معدلة، أمة عدل وسط، خيار، عدولة. إنهم يشهدون لأن الله أخبرهم، ونحن لا علم لنا بنوح ولا بقوم نوح ولا بمن آمن مع نوح. من الذي أخبرنا؟ إنه هو الله، الله الذي أخبرنا فصدقناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قص علينا فصدقناه فيما أخبر، فآمنا بما جاء عن ربنا وبما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلمنا أن نوح بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فشهدنا له بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وكنا شهودا عليه وعلى أمته. وما اختارنا الله تبارك وتعالى شهودا إلا لهذه العدالة، لأن هذه الأمة هي أمة التوحيد، هي أمة الإيمان، هي خير أمة أخرجت للناس. حتى في زمن التفريط وحتى في زمن الضياع، إنها الأمة التي يرتفع فيها صوت المؤذن، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إنها الأمة التي تقول لا إله إلا الله، إنها الأمة التي تبقى فيها هذه الكلمة باقية إلى أن ينزل المسيح عيسى بن مريم. فهي أمة أولها خير وآخرها خير، ولن تهلك أمة أولها محمد صلى الله عليه وسلم وآخرها المسيح عيسى بن مريم. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو يتحدث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، ليقول لنا كما اختار لكم أعدل قبلة وأعظم قبلة، قبلة إبراهيم، البيت الذي
أظهره إبراهيم للناس ورفع قواعده للناس، فكذلك اخترناكم جعلناكم أمة وسطا أي عدولا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن هذه الشهادة ليست لمن كفر بالنبي، إنها لمن آمن بالنبي. هذه الشهادة ليست للعصاة، وإنما هي للطائعين السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يفخر أن يكون أكثر الأنبياء تابعا، وأن يرجو أن تكون أمته نصف الجنة فيؤتى ما هو أكثر من ذلك، فتكون أمته صلى الله عليه وسلم ثلثي أهل الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من هذه الأمة حقا، وأن يجعلنا من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، وأن يجعلنا ممن لهم الشهادة على الناس يوم القيامة، لأن هذه الشهادة تزكية وعدالة. ومن زكاه ربه ومن عدله ربه فمآله إن شاء الله إلى جنات النعيم، إلى الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.